بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أيها الإخوة، تحدثنا بالأمس أن المؤمن دائما يطلب اللجوء إلى الله والتحصن به من كل الشرور، ومن هذه الشرور أو المخاوف أو الأشياء التي تلم بالإنسان في حياته الهم والحزن أو الهم والحزن. فجاء في مسند أحمد رضي الله عنه ورحمه عن ابن مسعود قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما أصاب عبدا قط هم ولا حزن فقال: اللهم إني عبدك ابن عبدك ابن أمتك ناصيتي بيدك ماض في حكمك عدل في قضاؤك أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن ربيع قلبي ونور صدري وجلاء همي وجلاء حزني وذهاب همي وغمي. قال رسول الله في نهاية الحديث صلى الله عليه وسلم: إلا أذهب الله همه وغمه وأبدله مكان الهم والغم فرحا. هذا الحديث هو حديث صحيح. عندما ذكر النبي عليه الصلاة والسلام هذا الدعاء سأله الصحابة: يا رسول الله، ألا نتعلمها؟ يعني نحفظ هذا الحديث ونكون نقوله، ألا نتعلمها أو نتعلمهن؟ فقال: بل ينبغي على من يسمعهن أن يتعلمهن. يعني نتعلم إن شاء الله، نحاول نحفظ بقدر ما نستطيع ثم نردد هذا الدعاء. وفي البخاري في صحيحه عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو روى أبو طلحة رضي الله عنه أنس يروي فقال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبي طلحة: التمس غلاما من غلمانكم يخدمني. فخرج أنس يقول: فخرج بي أبو طلحة وراءه يردفني وراءه. قال: فكنت أخدم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكنت أسمعه كثيرا يقول: اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن ومن العجز والكسل ومن البخل والجبن ومن ضلع الدين وغلبة الرجال. ففي حديث أنس أن أنس كان خادم النبي عليه الصلاة والسلام، وكان خادم النبي صلى الله عليه وسلم، فكان يسمعه كثيرا يردد هذا الدعاء وهو التعوذ بالله من الهم والحزن. الحزن أو الحزن ورد في القرآن: فابيضت عيناه من الحزن فهو كظيم. وورد: وقالوا الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن إن ربنا لغفور شكور. فعموما أيها الإخوة، يجب دائما أن نلجأ إلى الله، أن نلجأ إلى الله ونطرح عليه أو نطلب منه أن يفرج علينا كل همومنا وأحزاننا. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما قلنا وبما سمعنا، إنه على كل شيء قدير، والحمد لله رب العالمين.